ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا أردبشت. كان القمر معك. يعني معقول العيشة بلاك يا قمر؟ لكن مع ذلك يقول لك البعض أن القمر لا ضرورة له، هيك شغلة بلا شغلة، مثل علامة البيكار في الموسيقى لا عمل لها، فتصفن في القصة قليلا وتتخيل اختفاء القمر فتنسف تاريخ الأدب العالمي من جذوره في هذه اللحظة وتكتشف أدبية وجود القمر. فعلميا ما في شيء، كم جورة من هون وكم حفرة من هون حفرها سكان القمر المرحومين لبعضهم البعض فأبيدوا وبقيت من آثارهم الحفر. أما نحن سكان الأرض فمتمسحين، ومهما سقطنا في الحفر فإننا نتعلم من حبيبنا الأحمر أن نسقط فيها من جديد، مع أنه هو ما بيسقط فيها مرتين، لكننا عندما نسلت لتحت تكون عيوننا لفوق حيث القمر، القمر الفضي بين النجوم الذهبية كده برضو يا أمر كما يقول هاني شاكر. القمر المبتسم عندما لا تجد من يبتسم لك، الغاضب المكفهر لغضبك المتواضع الخجول، السارح بين قطعان الغيوم كسرحان الفرد بين البشر، فيظن نفسه يمشي بينما من يمشي هم البشر. وترى ذلك الشعاع الهادي اللي بيجي مت ماله لمعة الزياتي، يعني ما في لا شعاع زيادة ولا بهرجة ألوان، يعني ما بيناديك بأشعته الحارقة مثل الشمس كي تراه، ولا يغشي بصرك كي تنتبه لوجوده، لا، إنه يمشي معك أينما مضيت، هو معك كامل مكمل، بيقولوله بدر أو نص شقفة أو هلال، وكيل الجمال، وكيل الرقة، وكيل اللطف، فإذا ما رفعت رأسك عاليا كان الجمال لك، كان القمر معك. هكذا حدثنا أردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.